مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. أنا إن شاء الله نتكلموا على واحد القضية اللي في حقها هي موضوع الساعة، وهي كيفية التعامل مع الأرانب في فصل الصيف. يعني نهضروا على الاحتباس الحراري، نهضروا على كميات الأكل، نهضروا على كيفاش عموما كيفاش ممكن أننا نتجاوزوا هذه المرحلة ديال الحرارة. اذا كما كتشوفوا معايا هنايا، هذا راه قفص انتما، ولكن تسمو كتلاحظوا معايا ان الشمس كاينه هنايا في السطح. انا داير واحد السطح، ما داير تربيه في السطح، هنايا داير الدجاج، لكن هنايا الارانب ديالي ها هما. كيفاش غادي نتعامل معاهم؟ انا ديما كنهضر على التربيه الارضيه بالنسبه للصيف راه صعيبه. علاش؟ لان إذا لاحظتوا معايا أن هذا السطح هذا راه جانب ضاربة فيه الشمس وجانب مظلل، حنا نقولوا واحد الجهة شديتو نتوما درتو فيها الظليلة، يعني الناس اللي دايرين التربية الأرضية. بالنسبة للضالة، شنو كيكون في وسط الضالة؟ يعني في السطح ديال المنزل شنو كيكون فيه؟ ما يمكنش غادي يكون دير غير الإسمنت، ضروري كيكون الحديد، يعني دوك القضبان الحديدية. هذوك القضبان الحديدية سمو كيكون فيهم كيوصلوا الحراره، يعني واخا نتوما دايرين واحد الجهه مظله راها كتكون الحراره متصله، حنا نقولوا بحال الشكل ديال الارضيه ديال الحمام. ملي كتمشيو للحمام كتلقاو باللي الارض سخونه. كيفاش الارض سخونه؟ راهم كيكونوا مدوزين واحد التيويات ديال الماء ودايزه فيهم الماء الساخن بديك الطريقه، انها الارضيه حتى هي كتكون سخونه. كذلك الى خليتهم في واحد الجهه حنا نقولوا مظله، هي سطح مظلل، ولكن ديك الجهه جانب من 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 الارضيه ضاربه فيها الشمس. الى خليتوها هكا كونوا متاكدين ان راه غادي يعني بالنسبه للارانب اللي يلاه مولودين غادي يموتوا بالصعب. بالنسبه للارانب اللي يعني الامهات يعني اللي يلاه يعني باغيين يولدوا يعني عشر، حتى هما راهم غادي يتغلبوا. كاينه قضيه ديال كميات الاكل، كميات الاكل ما تخافوش منهم ما ياكلوش، لان في الصيف كيكون الماكله ديالهم كتكون قليله. علاش؟ لان هما ما كيقدروش ياكلوا، لان كيكونوا مسخسخين، يعني ما بقاش انهم ياكلوا في هذاك الفتره ديال الحراره. بالنسبه للكيج، الكاج خاص يكون العلو ديالو بحال هذا الشكل قد الوقفه ديالي انتم، انا تقريبا انا واقف، يعني يكون قد الوقفه ديالي. علاش؟ باش يكون بعيد عن الارض، في نفس الوقت ديروا له هذه الميكه هذه باش تبقاو تجمعوا الفضلات، يمشي كلهم لواحد البانيو ولا واحد السطل، وفي نفس الوقت يكون هذاك الكاج بعيد عن الارض. انتم تشوفوا ها هو الارض هنا، ها هو الكاج بعيد عن الارض. علاش بعيد عن الارض؟ باش ما يوصلش الحراره اللي جايه من هذه الجهه هنايا. يعني انتم شوفوا الحراره اللي راه واصله هذا النهار، راها وصلت ل 40. تخيلوا ان هذه الجهه هنايا كاينه فيها الحراره، ودوك الاسلاك موصلين الحراره، وجيتوا لهذه الجهه ديال الظل هنايا وحطيتوهم على الارض مباشره، سمو غادي يوقع ان الحراره غادي توصلهم. هما راه كيتحملوا الحراره، ولكن ماشي لدرجه انك نهار كامل وانت داير لهم واحد الحراره يعني مفرطه. بحال هاد النهار المنطقه الشرقيه راه تجاوز 40، يعني 41 42 راه بزاف مساكن عليهم، راهم يعني صابرين وصافي. انا عندي تا الخلفات الصغار، انتم كما كتشوفوا انا غادي نوريكم هنايا، ها هما كاينين شي حبات هنا، ما كاين عاوتاني حبات، ها هما هنايا دايرهم، ها هما هنايا، هادو كلهم راهم متوسطين في الحجم. اما هاد بالنسبه لهادو مثلا، شوفوا راهم مساكن، راهم مغلوبين، شوفوا راهم ناعسين. هانتوما كذلك، هانتوما راهم مغلوبين بالصاد، ولكن عايشين الحمد لله. هانتوما كاين عاوتاني هاد الجهه، هانتوما شوفوا راهم كلهم ناعسين، ولكن الحمد لله. هانتوما كذلك، هانتوما كلهم كحنا كنقولهم صهوطين، ولكن الحمد لله راهم عايشين، يعني واخا راهم مغلوبين ولكن راهم عايشين. هانتوما كما كتشوفوا، ها
راه صهد عليهم، ولكن إذا درتوا هذا النظام هذا يعني أنهم بعادين عن الأرض، يعني ارتفاع الكاج على الأرض، ملي كنحط يدي على الحديد هانتوما، هذا بارد. علاش؟ لأن ما وصلش للمستوى ديال الأرض، الأرض راها بعيدة على الكاج. هانتوما شوفوا هنايا الارتفاع تقريبا واحد مترو كافي أن الحرارة ديال الأرض ما توصلهمش. وكاع بغيتو تكونوا يعني تاكدوا من 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 من, من هذا الهضره هذه، انكم ديروا في الارض تكبوا المياه، تكبوا في الصباح واحد جوج سطوله ديال الماء، باش الحراره كتبقى ديما يعني ماشي ما وصلهمش ديك الحراره المفرطه. اما بالنسبه للزنكه الفوق هانتوما راه بعيده على الكاج عاود، هانتوما واخا تكون هاد الحديد اللي راني داير فوق تكون شدت الحراره، ولكن راها بعيده على الكاج عاوتاني بواحد الارتفاع ديال متر، يعني مترو من التحت، بحال الكاج هو جاي في الوسط هكا، الكاج محطوط في الوسط، يعني من الفوق ما وصلش حراره ومن التحت ما وصلش الحراره. وهنايا كاين تهويه، انتم كما كتشوفوا راه كاينه تهويه كامله وشامله. انتم ممكن ان الكاج هنايا كاين واحد البرد كيصوت، يعني تيارات هوائيه خفيفه ساخنه، يعني ساخنه بعض الشيء، ولكن ما تاثرش عليهم، راهم مزيانين. اذا الحلقه ديالنا هي هذه، حاكم تشدوا هذا النموذج هذا وتطبقوه، يعني يكون يعني القفص او البطاريه او الكاج يكون بعيد عن الارض بواحد متر، يعني 100 سنتيمتر، ومن الفوق كذلك عاوتاني يكون بعيد عاوتاني قداش ما بعدتو عاوتاني من الفوق عاوتاني حتى هو مزيان، يعني الظله ديال الفوق حتى هي تكون مزيانه. اذا الحلقه ديالنا هي هذه، راه سالات. ما تنساوناش بجرجام كيولا ديك زرجام باش تساندوني ونزيدو القدام، ونبقى نصيفط لكم مثل هذه الفيديوهات. كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا. شكرا جزيلا، والى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.